كان المفروض يختشي وما يبقاش وشه مكشوف قوي كده. باين عليه مستعجل قوي. تعرفي يا بنتي يا تغريد، انا خفت منه قوي اول ما صرخ وقال يعني هسني. اقولك على حاجه، الجدع بتاعك ده شكله كده ما بيعرفش يناغش ولا يدلع ولا حتى يقول كلمه حلوه، زي ما يكون هجان. بنتي يا تغريد، انت يا بنتي شعرفك بالمناقشه والملاطفه؟ ها ازاي؟ زيك يا حبه عيني اللي بنشوفه في التلفزيون، ده غير بقى الكلام اللي بسمعه من الستات بتوع الحاره، بس لما يكون مزاجهم رايق. سيبك انت، شكله كده هيسد. مش قوي كده يا هبله يا بت، في رجاله اول ما تشوفيهم كده تقولي يا ما هنا يا ما هناك، وساعه الجد يطلعوا ريش على ما فيش. الرجاله دول يا بت عاملين زي البطيخ، ما تعرفيش اذا كان مسكر وحلو ولا اقرع ومسخ الا اذا كسرتيه. ايوه طلعي يا اختي المستخبي، طلعي. عرفتي منين بقى البطيخ المسكر من البطيخ الماسخ؟ انا وارد ضربوكي. زيك يا حبيبتي، بس انا ستات الحاره بتاخد راحتها معايا في الكلام، اكمني يعني مش عيله صغيره عندي 20 سنه. طب اقولك على حاجه، انا ورا انا حسيت يعني ان الهبه اللي انت هبتيها فيه دي كانت كده وكده. انت فرحتي والله، فرحتي وهو محموق كده وعمال يقول يعني هزني هزني حكي علي. بس لاي بنت ما اسمهاش محموق. أم اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ قولي قولي. زي الطور يعني؟ خلاصي بقى، هتفضحيني ولا ايه؟ واضح يا نوارة ان معلوماتك في الموضوع ده اكتر من معلوماتي بكتير. بس عامة يعني ما هو اي طور بيبقى محتاج بقرة. منك يا عقربة خضرة انتي. طب ايه قولك بقى ان انا كان عندي ليكي اخبار حلوه، بس بعد ما طلعتيني بقرة ابدا لا ممكن مفيش. اصل عليكي يا نوارة الاخبار الحلوه تستخبى برضو. هون عليكي. اسم الله عليه. اسم الله عليه مين؟ سأحمد كشاف النور. اعوذ بالله منك يا شيخه، هو انا كنت لحقت ابص في وشه بس توريني صوره حتى ولو بهتانه، ولا هو كان لحق يبص في وشي؟ مش تعملي حكايه وروايه كده؟ اعوذ بالله. شوفي يا اختي البيت، بقولك ايه، ما تعمليش عليا شويتين دول. تقدري تعرفيني هو ليه عمال يتودد لابوكي قوي كده؟ فيها ايه يعني لما يساعد ابوكي ويزق مع العربيه؟ والنبي، طب الكهربا اللي كان عمال يسعى وراها علشان ينور العربيه؟ نوره. نعم يا تغريد. انا عارفه ان المسلسلات لحست دماغك. اللي في دماغك ده ما بيحصلش غير في حالتين، يا اما الافلام الهندي يا المسلسلات العربي. هو في حد في الدنيا يلمح واحده من بعيد لبعيد يروح يجري على ابوه يقول له والنبي جوزني بنتك؟ يا بيت ما هي مش كل بصه. وعزه اللي انا لو كنت كهربا زي اللي هو شغال فيها ما هيحصل معاه كده. الجدع ده يا طيب قوي، يا اما وقع على دماغه عداد نور ما كانش متركب كويس. وبعدين ده شكله تلميذ يا نواره، ما تلاقي زي اخوك يا عاطف بيشتغل ويدرس في نفس الوقت. يوه، واه يعني تلميذ؟ ايه المانع يعني؟ المانع ان في الزمن الاخبر اللي احنا فيه جدع زي ده قدامه على الاقل 10 15 سنه على ما يكون نفسه. ركزي انت في الفحل بتاعك. اما انا بقى فالله اعلم بنصيبي.